رسالة إلى الجمهور البركاني العاشق لكرة قدم كباقي الجماهير المغربية في كل ربوع المملكة. سيكون حاضر بينكم مدرب المنتخب الوطني الأول خليل زيج. المرجو من الجمهور البركاني عدم التركيز على هذا الشخص ولا يهتفوا ضده، بل جهزوا حناجركم من أجل مساندة أبناء عموتة وتشجيعهم طيلة 90 دقيقة ودفعهم لتحقيق التأهل إن شاء الله، لكي يقتنع خليل زيج على أن الجماهير المغربية وراء المنتخب المحلي حتى لو كان لاعبيه يمارسون رياضات أخرى. ونطالب أبناء عموتة بتقديم الأفضل أولا وقبل كل شيء لتحقيق التأهل، وثانيا لكي يقتنع خليل زيج على أن القميص الوطني جاهز لمن يستحقه دون أي اعتبارات أخرى.